صباح الخير ونرحبوا بضيفتي أسماء زريول، دكتورة باحثة في مجال التغذية. صباح الخير أسماء. صباح النور حليمة. صباح النور جميع. صباح الخير أسماء، نتمنى إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير، ومرحبا بك مجددا على اللقاء مفتوح. شكرا لك حليمة، مرحبا بك ومرحبا بالجميع إن شاء الله. ومرحبا بنا عندك. اليوم أسماء غادي نتكلموا على الأطعمة المناسبة للطفل اللي في عمره 6 شهور. فاحنا تنعرفوا بأن في هذه المرحلة هذه يعني كيبدا الطفل يتناول بعض الأطعمة، فبغينا نشوفوا معك بالتفصيل كيفاش كيتم اختيار هذا النظام الغذائي. نعم، بعد ما تكلمنا البارح على الحمل وعلى الرضاعة، والبارح على الحمل والرضاعة الطبيعية، وحنا غاديين هكا متدرجين كما يعني قدينا. احنا دابا الان كما قلتي في الشهر السادس. ايوه، عند الطفل هذا الشهر السادس هو الموعد ديال تنويع الرضاعة الطبيعية، عفوا تنويع الغذاء، يعني من غير الرضاعة الطبيعية، ماشي غادي نحيدوا الرضاعة الطبيعية، ولكن بالإضافة الرضاعة الطبيعية اللي هي مهمة وضرورية أننا نكملوها إلا كان بإمكان الأم حتى سن سنتين. بالإضافة لهذا كيكون من الضروري أننا نوع الغذاء، لأن الحليب حتى حليب الأم كيبقاش كافي باش يعطينا الحاجيات ديال الطفل ديال الرضيع عفوا في هذا السن هذا. وبالتالي التنويع الغذائي تيبدا بواحد الشكل اللي هو تدريجي. الناس معروفة كنبداو مثلا بالصوبة. ايه صوبة الخضر. نعم، الصوبة ديال الخضر، ولكن احيانا ماشي جميع الاطفال كيقبلوا انهم ياخذوا الصوبة، ماشي كاملين. كاين اللي كتعطيه الصوبة كياخذها بكل اريحية، كاين اللي كتعطيه يعني كتعطيها ليه ما كيبغيهاش. فهنا كتبدا الام كتحتار وكتقول شنو غنعطيه شنو غنعطيه، ولدي ما بغاش. فهنا هاد التنويع الغذائي ابتداء من 6 أشهر كيحتاج المجهود كبير من عند الأم. يعني ما توقعش أنها دائما من أول مرة غادي يقبل لها داك الأكل. ما كنجاش الحلول بحال أنها تضيف السكر ولا الملح ولا دير ليه داك الشيء في لو بيبغا، ديك الصوبة في البيبغا. هادو من أكبر الأخطاء اللي كيداروا في يعني في فترة ديال التنويع الرضاعة الطبيعية. والطفل بعدا ما تعرف شي شنو هي التبنينة، حنا تنعرفوها. تماما. دابا التبنينة دابا أصلا هذيك البنة اللي حنا كنقلبوا عليها راه ماشي حتى الطفل كيقلب عليها، الطفل كيعطيه داك الشيء اللي تعودتي ليه، إلا زدتي ليه الملح أو السكر أو شي منكه. هنا بحال كتفيق ليه هذوك المذاقات اللي حنا ما بغيناش نفيقوهم أصلا، لأن ما نعطوش طول الوقت حاجة مالحة ولا مسوسة. إذا دائما نتفاداو هاد المسائل هذا. نبداو ليه بصوبة ديال الخضرة. نعطيه الوقت انه ياكلها، نحاولوا ان الا كان يعني بالامكان ان الخضره ديالو بعدا خاصها تكون ديما منقيه، لا الجزر ولا القرعه ولا حتى كل شيء خصو يتنقى باش كنحيدوا داك البقايا ديال المبيدات. بطبيعه الحال كيمكن لينا نزيدوا واحد الحصه ديال البروتينات للطفل بشداء من 6 أشهر، ضروري جدا اننا نديروها لانه كيحتاج البروتينات عاليه الجودة. أنا بالنسبة للخضرة واش خصها تكون طيبة مزيان أو لا دائما نحتفظوا بواحد النسبة ديال طهي معينة؟ لا خصها تكون طيبة مزيان. نعم. وتعطاليه يعني تعطاليه النوع وندوزو على جميع أنواع الخضر تدريجيا. فتيولي الطفل يعني حتى كيتعود عندها الطفل. الخطأ اللي كيديروها وسين أمهات هما أنهم كيبدا يعطيها هاد الأغذية هادي كتعطالي في 6 شهور ياك. نعم هي طحونة وكيبقاو يطحنوا ليه العام كامل. عام من مرة داك الشيء هما كيطحنوا. لا ما نبقاش نطحنوا العام كامل، كنبقاو غاديين تدريجيا في الاتجاه ديال التغذية صلبة. يعني من بعد كنبداو نمسو، من بعد كنعطيو طريفات صغار، ما حدو هو تينوض السنينات وتوصل العام. في السن ديال سنة تقريبا كنكونوا عطينا جميع أنواع الأغذية الطبيعية اللي عندنا في المنزل، داقها وعرفها باش كنبداو التنويع الغذائي. للاسف هادشي راه ما تيكونش ديما، كنشوف حالات ديال الامهات اللي الطفل الرضيع عنده سنه باقيه كياخذ الرضاعه.
تخيلي معايا كاينين انا شفتهم حالات الى جانب من طبيعه الحال الرضاعه الى جانب يعني نظام غذائي يعني تيكون تتكون الرضاعه باقا حاضره يعني وبقوه ربما اكثر كاع من بقوه يمكن انا جاوني حالات باقا غير كيرضع تخيلي معايا راه هنا الاهميه ديال بحال هاد البرامج كتلقاي الام ديالو اللي قبلت تقول لك لا زعما راه مازال ما عطيتو ياكل وباقي انا ما بغاش راه كنت عطيته وما بغاش ما بغاش بطبيعه الحال مش اي واحد غير باغي الحاجه من المره الاولى ولكن خصنا نتبعو باش هذاك الرضيع كيقدر انه يولف ويتاقلم لان راه جديد عليه في حقيقه حنا راه غير ملي كنتناولوا شي طعام اللي هو جديد علينا اسماء يعني راه ما تنتقبلوا نقدروا نتقبلوه نقدروا لا يعني مساله عاديه فما بالك يعني بطفل عنده 6 شهور يعني تتبقى المساله طبيعه الحال كما قلتي خاصها شويه ديال الخاطر شويه ديال الصبر باش طبيعه الحال داك الوليد او البنيه يولفوا داك الاكل او النظام الغذائي. عدد الوجبات عاده اللي خصو يكون اسماء في هذه المرحله؟ عدد الوجبات 3 ديال الوجبات فيها اطعمه صلبه ماشي صلبه دي سوب فهمتيني وبطبيعه الحال الرضاعات حسب الطلب يعني خصنا الرضاعات نكملوهم خصوصا يعني الرضاعات الطبيعيه اللي كنا كنديروها نكملوا بالرضاعه الطبيعيه نكملوا بها الاقصى وقت ممكن اذا كان الرضيع كيتعطى ليه الحليب الحليب خصنا نكملوا اعطاء الحليب يعني ماشي غير غادي ندخلوا الرضاعه غادي ندخلوا التنويع الغذائي صافي غادي نحبسوا الرضاعه الطبيعيه لا وماشي غير عندنا الرضاعه الطبيعيه ما غنديروش التنويع الغذائي خاصهم بجوجهم يكونوا لان الرضيع في ذاك الوقت محتاج للحليب نعطيوه الحليب وحتى من الاشياء الغريبه اللي كانت كنشوفها مثلا كيكونوا عندي مثلا بعض الامهات اللي عندهم يعني كيبقاو متبعين شنو صحي شنو ما صحي لواحد الدرجه كبيره وهذه راها حاله نفسيه ولات دابا عندها الاسم ديالها ما كيستحضرنيش الان ولكن كتلقاها مثلا حيدت ليه الحليب عطات ليه داك الحليب ديال ما يسمى بحليب مثلا ديال شي حاجه الحليب ديال الخرطال ولا الحليب ديال لاموند ديال اللوز ولا شي حليب نباتي واللي هو اصلا ماشي حليب وما فيه حتى شي فائده من داك الشيء اللي كنبغيوه من الحليب وباقي الطفل عنده ما وصلش حتى العامين هذه خطيره جدا هاد الامهات كيسمعوا مثلا بالاخطار ديال الحليب ولا هذا كيخافوا ما كتعطيش رضاعات طبيعية كتحبس تتعطي هذيك الأنواع في حين أن راه لا علاقة الحليب هو الحليب اللي أصله يعني إما حيواني ولا حليب الأم كيكون أفضل حاجة على الأقل حتى لسن سنتين لأن الطفل كيكون محتاج ليهم إذا في التنوع الغذائي ابتداء من 6 أشهر ما كنحبسوش الحليب كنزيدوا على الحليب الأغذية الطبيعية اللي تناكلوها حنايا يوميا نحيدوا السكر والملحه وكان نوعوا له الغذاء ديالو. واخا بقى سؤال اخير كيف ما كتعرفي اسماء يعني في هذه المرحله هذه كاينين بعض الامهات اللي كيلتجؤوا لي كومبوت او للمعلبات ديال الفواكه فواش منصوح بهم اسماء او لا يستحسن اننا نحضروا هذه الوجبه في الدار؟ هو انا كنشكرك على السؤال لانني فعلا هذه النقطه مهمه نهضروا عليها لي كومبوت لي كومبوت مزيان نديروها في الدار الا كنا مثلا غادي نخرجوا ولا هذا كاينه طريقه التحضير ديالهم وكاين لي كومبوت اللي كيتباعوا دوك لي كومبوت اللي كيتباعوا معلبين راه كاين فيهم اللي صالح يعني كاين فيهم اللي ممكن نعطيوه للطفل ولكن الا شفنا لا كومبوزيسيون الا شفنا التركيبه ديالو بحيث انه ما تخش يكون فيها يعني على الاقل ما يكونش فيها السكر وحتى ما يكونش بيان سيغ ما يكونش فيها مواد حافظه فاكيد انها كتكون ممكن نقضيو به الى خارجين ولا الام ما عندهاش الوقت ف يعني ممكن تستعن بهم يعني حل مؤقت ولكن شوف النوعيه اهم حاجه النوعيه والطريقه ديال يعني كيفاش حضرها هذاك المصنع لان فيهم اللي طبيعيين فيهم يعني انا شفت انواع طبيعيه يمكن الام تستعملهم بكل اريحيه وهناك انواع غير صالحه
نعم. ولي ان الماركات عديده وطريقه تحضير الكومبوت عديده، فما الشروط هي هذه انها تكون طبيعيه. نعم طبيعيه والمكونات ديالها طبيعيه، ما كاين حتى شي مشكل. اولا تحضروا منزليا وتحاول تعقم هذيك القرعه ديال الدجاج فين غدير، دير دائما قرعه الدجاج وديرها فين غادي دير هذاك الاكل، والاكل ما يبقاش اكثر من ساعتين برا الثلاجه. داك الكومبوت الى خارجين مثلا يستهلكوا الرضيع في ديك الساعتين نعم اللي تحضر فيها، ماشي بعد، ماشي بعد، او يبقى المده طويله. تبارك الله عليك أسماء، شكرا جزيلا لك، دائما كندوزو معك حصة مفيدة حول كل ما هو متعلق بالتغذية، لأن لقاء معك غدا بحول الله باش نتكلموا على سوء التغذية عند الطفل، وطبيعة الحال غادي نتعرفوا على الأسباب الأعراض والعلاج.